حركة كويسة جدا عن سوق السيدة عايشة. بس الطريق اهو ان شاء الله نوصل. معايا طبعا حبيبي ابن اختي الاستاذ محمد سمير. ان شاء الله نلبس ان شاء الله في حد النهارده باذن الله. Thank you.
بالنسبه للحمام بقى كده يا جماعه، ايه ده ختمها مثل زي ما بنقول. طبعا ده الحمام الزاجل، حمام المحارب، يسموه الحمام المحارب. ده طبعا يعني بيعشى وطنه جدا او مكانه جدا. ده حمام بيخش السباقات المسافات الطويله طبعا، بيوصل لمسافات كبيره قوي، 200 كيلو 1500 كيلو حاجات زي كده يعني. Thank you.